بالنسبة لبوتين والأسلحة النووية، بوتين لم يتحدث عن الأسلحة النووية إلا بعدما تحدثت وزيرة الدفاع البريطانية أولا منذ 4 أشهر، ومن ثم وراها وزير الدفاع في ألمانيا، ومن ثم رئيس الوزراء السابق الفرنسي، ومن ثم بعدما قال الرئيس زيلينسكي أننا يجب أن نقصف روسيا أولا بالأسلحة النووية لكي لا تعتدي علينا. روسيا قالت وما زالت تكرر سنستعمل كل ما نملك من أسلحة دفاعا عن أراضينا، وأكدت عدة مرات بلسان كل قيادتها لن تستعمل الأسلحة النووية في أوكرانيا، ليس محبة بالأمريكان وبأصحابهم المرتزقة هناك، إنما هذا الشعب الأوكراني هو جزء وامتداد للشعب الروسي بقيمه وتقاليده وعاداته وتاريخه، لن تستعمل في أوكرانيا مهما فعلوا في أوكرانيا. وهم يعرفون ومن يتعاطى العسكر أن روسيا في أوكرانيا تتصرف وكأن الحرب لا تعنيها كثيرا، لم تبدأ المعركة هناك كما قال الرئيس بوتين. حتى الآن هي عملية تستعمل بها أسلحة قديمة تقليدية، أساليب عسكرية قديمة تقليدية دون اللجوء إلى ما تمتلكه من قدرات تقنية متطورة. We'll be right back.